يا سلام، ما شاء الله بيطير ضبانات العقل، يربى بعزكن. شكرا إليك. بيقولوا إنه الحفيد غير شكل، مزبوط؟ ما بعرف، لسه ما استوعبت القصة، كتير صغير حتى ما عم اقدر اخده بحضني وحبه. وهو رح يكبر يا ستو ويضمك ويبوسك. يا تيتا إذا بتريدي خدي لحضنك شوي. ما بقدر. دواكي يا خانو. تسلم ايدك. مراد قوم من عندك، يلي عم تعملوا عيب. تمام، انا اسف. ما عندك صبر، رح روح المطبخ وشوف شو عم بيعملوا احسن لي. تفكيره يا اما بالهدايا يا اما بالاكل، ما بيفكر بشي تاني. تركيه براحته حبيبتي، شو عم يعمل الولد؟ عم بيمل من صحبة الكبار وحديثهم. مهند ما اجا كمان، رح يتضايق كتير. صحيح، وينه ها؟ ما بعرف كان رح يجي، بس ما يكون غير رأيه بآخر لحظة. بركي جايته دعوة أحلى من هاي، شو رأيكن؟ كان واعدنا، إذا ما أجا رح أزعل منه كتير. يا ترى أجتنا الموافقة من الوزارة؟ أجت الجمعة الصبح الساعة 9 عنا اجتماع. بكير كتير، كيف رح توصلوا؟ بكرة المساء برجع. كتير منيح. بكل الأحوال عطلتنا مستمرة، نحن رح نبقى هون. بس أنا رح أرجع بكرة، عندي التزامات. مستحيل، ما بترككن. عدنان بس يرجع من أنقرة بيجي وبياخدكن. طبعاً. هيك كتير. بابا حبيبي منتصل بمهند؟ بلكي عالطريق، خلينا نستنى شوي تاني. تعالي ورجيكي على المزرعة. خليني نيم فريدو بالأول. خلي أبوه ياخده وينيمه. وانتي خدي لك شمة هوا. اي حبيبتي، عطيني الصغير. انتو طلعوا تمشولكن شوي. غرفتكن جاهزة جوا، طبعاً إذا كنت حابب تقعد انت وابنك. تعال عندي يا عمري. البسوا منيح، الجو بارد كتير. اوكي، خلينا نهرب قبل ما يبكي. أنا رح أشوف لميس خان. فيكي تحملي الفرن لو سمحتي؟ رح شعلك يا فورا. بتحبي تاخدي قهوة ما تمزي؟ لا لا مرسي، يعطيكم العافية. الآنسة لميس عم تطبخ لنا، حبش على الطريقة الفرنسية. حاشتك بقى، ما في هيك شي، ما هيك مدموزي؟ مثلي أنا نص فرنسي ونص تركي. وبقسم الحلويات بوتي بور كريم. بروفيترول بالبوزة، وفي كريم بافاريا. ما هيك مادموزيل؟ ابسولومون، سي مادموزيل كي واتو بريباري. وانا رح ساعدكم. اها، كثير عطشان. انتبه هلأ بيتشردق. نهاد متعلم شغله منيح. مجبور. مو الهيئة رح ينام، بلكي جوعان. لسه ما صار وقته. شفتوا؟ كان عم بيضحك. انتبه استفرغ. أيوة. لا تخاف، ما في شيء، هلأ منغير له صدريته. دخيله هالحلو، انت شو عملت بحالك؟ ايه؟ البرنس مستفرغ. بتحبي تشربي أي شيء؟ بلا ما بلش من هلأ، بعدين باخد. مثل ما بتحبي. بردتوا؟ ايه، في سقع شوي، بس مزرعتكم كتير حلوة وبتجنن. هذا من ذوقك. أكيد حلوة كتير بالربيع، الأربع فصول هون حلوة كتير، بتشرفونا بكل وقت. وين الكل؟ هنن عند فريدو. قديش صاروا حشريين، كلياتهم كأنه لقوا شغلة يتسلوا فيها.
يا الله شو صغير يا نهال، بياخد العقل. وانت كمان كنت صغير مثله. بيوم اللي كنت رح تولد فيه كانوا بعتيني لهون. بتتذكري هالشي لميس خانو؟ معقولة انسى؟ الشي الحلو بعمرنا ما بننساه. يمكن بقيت قاعدة هون شي اسبوع، ما هيك بابا؟ ما عم اتذكر. اسبوع واحد. بعد اسبوع رجعت على البيت ولقيت قرد بده ينام جنبي. بس قرد كتير حباب. ايه اول شي عزمنا كتير، واخته كمان هيك عزبتنا. بابا هلا معقول هالحكي؟ لا يا بابا، كنت تحبي تقعدي بجنبه وطول الوقت عم تلعبيه وما بدك حدا يقرب منه ابدا، بس لميس خانم لقت الحل. وقتها اخذنا مراد الصغير وحطيناه بغرفه نهال وقلنا له من اليوم انت المسؤوله عن اخوك. بتذكر هالشي؟ امنوني بشغله صغيره وكتير حلوه. يومها كان كتير احساس حلو. بهداك اليوم فهمت انه ما رح نفترق عن بعض. روحي انت حبيبي. كتير حلو انك انت اختي. وانت منيح انك اجيت على هالدنيا. وقتها نهال كانت صغيرة، حضنت أخوها بإيديها وكأن أمنا طفل صغير. كانت لمراد أحلى أخت. أحياناً تكون أخت وأحياناً تصير أم لأخ. يا جماعة بكينا وما حسينا حالنا أبداً. لا تعملوا هيك يا أولاد. والله كلامكم إجا مثل الموسيقى لأبنا. نام. مراد ليك فريدو كيف نايم؟ أوه. اوف هو ونايم احلى واحلى ما شاء الله بياخذ العقل.